السلام عليكم طلاب الصف الثاني المتوسط. نكمل حل موضوع خواص المثلثات في جزئها الثاني. هناك مجموعة من الرسوم، لاحظ هنا حتى في الرياضيات يشير إلى رسومات بسيطة. الغاية حتى يكون الموضوع جاف وما يتصور الطالب أن هناك علاقة بين الرسومات وموضوع الرياضيات. حتى في فكرة هنا يستخدم مثلا القارب الشراعي، يستخدم فكرة الدرج أيضا في هذا السلم. الغاية من أنه حتى يربط المواضيع بالتطبيقات العملية. المثال الأول يوضح أن هناك مثلث قائم الزاوية في نقطة B، وطلب من عندي قال جد قيمة X. ما هو قيمة X في هذا الرسم؟ على الطالب أن يحدد الأضلاع. هنا يستفاد من فكرة المعلومات الأولى اللي ثبتناها في هذا الموضوع. يلاحظ قيمة X تمثل طول الضلع AC المقابل لمن؟ للزاوية القائمة. وبالحالة قيمة X تمثل عندنا الوتر. العملية المعكوسة اللي استخدمنا فكرة الفرضيات هي هاي الفكرة اللي يريد يشير إليها السؤال. طريقة الحل راح تكون بالشكل التالي. المعلومات الأولى الحل SOL. هذه المعلومات على بساطة هذا الطالب يتعلم يستخرجها بالرياضيات يقدر يحل أي مسألة. الشكل التالي: المثلث ABC قائم الزاوية، قائم الزاوية في نقطة B، في نقطة بيحدد هناك زاوية قائمة. ملاحظة أولى، أول ملاحظة أن الزاوية قياسها 90 درجة، وهذه المعلومة جدا صحيحة. لاحظ، هل هناك علاقة أخرى لقياسات الزوايا؟ الجواب لا. إذن هاي المعلومة أحتفظ بها لمعلومة ثانية. ما هي المعلومة الأخرى بالنسبة إذا كان هذا المثلث قائم الزاوية؟ إذن هناك وجود ضلعين قائمين وموجود وتر. الوتر هو أكبر الأضلاع أو الضلع المقابل للزاوية القائمة. أرجع للرسم، هنا قيمة X راح يصير عندي AC حسب الرسم، AC تربيع يساوي لنا AB تربيع، AB تربيع زائدا BC تربيع. هاي هي مبرهنة فيثاغورس، مبرهنة فيثاغورس أخذناها من الرسم. ثم انتقل لعمليات التعويض. بدل ان اكتب الضلع اي سي راح اكتب هنا الاكس تربيع. تستخدم فكره عمليات التعويض، هاي الفكره اللي هو يريدها الكتاب بالضبط، وليس المسألة جدا سهل. ثم نعوض عن قياس الضلع اي بي 12 تربيع زائد بي سي اللي هي 5 تربيع. التعويض عن الرموز بالقياسات المعلومه او عن الاطوال برموز اخرى. هي فكرة الموضوع اللي اشرنا لها في فيديو سابق. بعدها راح يصير الاكس تربيع تساوي، ابسط هذا الناتج، 144 زائدا 25. عملية التبسيط. بعدها الاكس تربيع تساوي الجمع هنا صار عندنا 549 169. ثم ناخذ الجذر التربيعي لنصرف بصيغة المعادلات. هذا كله كان الموضوع موجود مع المعادلات. يصير الاكس تربيع تحت الجذر التربيعي، الجذر التربيعي لل 169. التربيع مع الجذر لاحظ بهذا الشكل، من عندنا نحصل قيمة الاكس تساوي لنا 13 بالتحليل. طالب يروح يحل العدد 169، ال 169 عدد صعب، هنا فقط يقبل قسمة على 13، بها 13 على 13 بها 1، من كل 2 ناخذ 1. 13 سنتيمتر حسب وحدات القياس المطلوبة. الفكرة إذن الأولى هي المعلومات المعطاة في السؤال وكيفية الاستفادة منها. ثانيا تطبيق قواعد الموضوع حسب الرسم أولا، ثم استخدام فكرة التعويض بدل الرموز أو الرموز المعطاة في السؤال، ثم عمليات التبسيط والمعادلات وكيفية الحصول على النتائج من خلال التحليل. مو نكتب خطوة واحدة اكس تساوي هذا الناتج والناتج النهائي، وكان السؤال نحل بخطوتين. هذه قواعد الموضوع حتى على مسائل أخرى أيضا تطبق نفسها إذا كان السؤال صعب أو وجود مجاهيل أخرى في هذا السؤال. المثال الآخر استخدم فكرة ثانية، رسمنا القارب الشراعي ووضح عليه هنا جزء مثلث وجزء آخر يشبه القوس، والمطلوب من عندنا ذكر أن السؤال استخرج ارتفاع الجزء الأخضر، يعني كان السؤال بالألوان، ثم احسب مساحته. هنا عندي مثلث مطلوب من عندي حساب مساحة المثلث. راح أعيد الرسم هنا بالجزء الثاني بهذا المكان بهذا الشكل.
لحظة رسم بهذا الترتيب. رسم تروح لا أكثر ولا أقل. الجزء الأخضر في السؤال هو هذا. المعلومات المتوفرة حسب السؤال هي بالشكل التالي. هذا طلع 10 سنتيمتر. الضلع الثاني المعلوم هو 6 سنتيمتر. هذا مثل عندنا الارتفاع من هذه النقطة إلى هذه النقطة فقط ضمن مساحة المثلث. هذا هو الجزء المطلوب فقط. لاحظ بهذا الشكل. المعلومات المتوفرة الحل SOL. لاحظ هنا كلمة ارتفاع، ذكر كلمة ارتفاع بدل قياس الزاوية القائمة. بالإشارة إلى كلمة ارتفاع معناه هنا وجود زاوية قائمة. طول الضلع هنا أي بي سي بهذا الشكل. لاحظ طول الضلع أي بي يساوي 10 سنتيمتر، بي سي يساوي 6 سنتيمتر، أي سي عمودي على بي سي أو سي بي ارتفاع. هذا معنى كلمة الارتفاع واستفادة منها. أصبح المثلث قائم الزاوية. المثلث أصبح قائم الزاوية. راح يصير عندنا هنا إذا المثلث قائم الزاوية مثل عندنا هذا وتر. هاي الاستنتاجات كلها منين؟ من هاي كلمة الارتفاع. أولا وجود زاوية قائمة، ثانيا انه اي بي راح يصير عندنا وتر، يمثل عندنا هنا وتر. لاحظ بهذا الترتيب. هاي فكرة كلمة ارتفاع، هنا اشارة بسيطة للموضوع بدل من الزاوية القائمة. ومن اذا راح يصير عندنا اي بي تربيع، راح يصير هو الوتر. اي بي تربيع يساوي لنا اي سي تربيع زائدا بي سي تربيع. الوتر عندنا 10 معلومة، يساوي لنا الـ AC مجهول، وعندنا BC يساوي لنا 6 تربيع. العشرة تربيع عمليات التبسيط 100، عمليات التبسيط لاحظ 100 تساوي لنا AC تربيع مجهولة في السؤال، وستة تربيع 36. أنقل للطرف الثاني يصير عندنا 100 ناقصا 36 يساوي لنا AC تربيع. 100 يروح منها 6 و3 يصير عندنا 64. 60 64 يساوي لنا اي سي تربيع. جذر تربيع للطرفين يساوي لنا جذر التربيع للاي سي تربيع. التربيع مع الجذر ل 64 بالتحليل حصل 8، واي سي هو طول الضلع المطلوب. عملية معاكسة بالضبط لهذا السؤال. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني طلب مساحة المثلث، مساحة الجزء باللون الأخضر. المساحة حرف أي كابيتال، أي مساحة المثلث تساوي نصف القاعدة في الارتفاع. نصف في القاعدة في الارتفاع، القاعدة هي بي سي مضروبة في الارتفاع اللي هو أي سي. بدل الكتابة اللغة العربية هنا نصف في القاعدة في الارتفاع ترجمنا نصف تنزل البي سي 6 سنتيمتر، الارتفاع اللي حصلنا عليه 8 سنتيمتر. عندنا النصف هنا أيضا اختصار، هاي بها 1 هاي بها 3، 3 × 8 = 24 سنتيمتر مربع المساحة المطلوبة. فكرة السؤال أعيدها مرة ثانية. بالجزء الأول، بالجزء الأول من الموضوع لاحظ
مثلث قائم الزاوية، بس نطالع هنا شنو رمز. من خلال هذا الرمز استنتجت العلاقة الأولى، مثل أن مثلث قائم الزاوية برهنت فيثاغورس، ثم بدلنا الرموز، بسطنا الناتج وأخذنا الجذر التربيعي وتعرفنا على طول الضلع المطلوب في السؤال. في الجزء الثاني انطاني رسم توضيحي، رسم بسيط، وذكر لي كلمة استخرج ارتفاع الجزء ثم احسب مساحته. فهنا كلمة الارتفاع عوضتنا عن من؟ عن قياس الزاوية القائمة. ما فائدتها؟ الفائدة الأولى، أولا استنتجت أن هناك زاوية قائمة، إذا الضلع المقابل للزاوية القائمة مثل عندنا شنو؟ الارتفاع. هنا ما استفادت أنه أبدل الرمز، احتفظنا برسم نفس الاسم اللي هو AC مثل الارتفاع، أوجدناه من خلال الرسم أو العلاقة. اثنين، ثم كتبنا المساحة تساوي النصف في القاعدة في الارتفاع. الطالب راح يلاحظ وجود أولا رموز متشابهة، مثلا الرمز أي هو للمساحة، وهنا عندنا حرف أي للمن لطول الضلع. فمن الأفضل هنا من هذا النوع من الأسئلة أن هنا نستخدم رموز ثانية، مثلا نستخدم الحروف الرموز الصغيرة حتى يكون عندنا جواب ويعرف الطالب أن شلون يعوض عن الرموز حتى لا يكون عنده خطأ. الملاحظة الثانية أيضا أكبر حرف الرمز اللي موجود بالكابيتال، هنا استخدم رمز أقل أو أصغر حتى أشير إلى أن هذا مثل عندنا أطوال أو نقاط رؤوس المثلث، بينما الحرف الكبير مثل عندنا شنو؟ مساحة المثلث. وكلمة الارتفاع اللي معنيها في السؤال هذا هنا، لاحظ اللي في ارتفاع في المثلث كانت مثل عندنا طول ضلع، وارتفاع في المثلث القائم الزاوية كان مقابل الزاوية القائمة شيء مثل عندنا الوتر، واستفادنا من فكرة مبرهنة فيثاغورس. هذه الطريقة وهذه الخطوات المطولة فائدتها للحل، حتى الطالب بطريقة تعليمية يستخدم كل الخطوات بشكل صحيح والحصول على نتائج مضبوطة. خلي يكون المثال يستخدم حتى لو 10 خطوات، لكل خطوة تعطى درجة واحدة، حتى الطالب يحل بمجموع الخطوات يتوصل إلى نتائج صحيحة. مو يحل المثال بثلاث أربع خطوات قد تقسيم درجة، شو راح يكون؟ راح يصير في حيرة للطالب وبالنسبة أيضا للمدرس، لأن التعليم الصبح في الوقت الحاضر هو كل ما أكتب بصورة مختصرة هو هذا الأفضل. الطالب هناك راح يعاني من وجود أسئلة مطولة ما يتوصل إلى نتائج صحيحة بسبب الاختصارات اللي تعود عليها في المراحل السابقة. ثانيا الرسومات مطلوبة، على بساطة تعطى رسم بسيط، الطالب عليه أن يعيد الرسم في الورقة بالشكل الصحيح بقياسات يستخدم المسطرة أفضل. ثم هناك لازم يكون رسومات توضيحية حتى يربط الطالب المواضيع بمن؟ بالرياضيات. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.